طلعت من على القهوه جريز، انت حصل فيك ايه يا عم؟ ده انا عملت حوار المنطقه كلها اتلمت يا عم. جت سليمه الحمد لله، جت سليمه المنطقه كلها اتلمت يا اسطى. وبعدين يقولوا لي يا صامبو يا صامبو خلاص. ايوه ايه ده، هو ده رجالي ولا حريمي؟ لا هو حريمي بس ده صاحبي بيجي يقعد معايا هنا بنحكي شويه. صاحبك بيخش حريمي عادي؟ لا احنا بنيجي بنحكي بس اللي حصل على القهوه امبارح وفي الحاره وكده يعني. طب انا عايز اعمل شعري، هقعد ولا هعمل ايه؟ اتفضلي يا ماما. قالوا لي ايه بقى؟ انا هنا. طب هيفضل قاعد يعني؟ قالوا لي يا صاحبي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ قالوا لي صاحبك ايه ده ايه ده؟ ايه الشكل ده؟ ايه المنظر ده؟ هي دي اشكال حد يدخلها اصلا في حته زي كده؟ قلت له ما انا عملت حاجه معاك. انا بكلمك انت. ده صاحبي. طب ماشي، ايه صاحبك؟ صاحبك على القهوه مش هنا. انا فاتح المحل ده عشان صاحبي يجي يحكي لي. هو انت فاتح المحل عشان صاحبك يقعد؟ انا سبت المنطقه ورحت حته راقيه. ايه راقيه؟ مش فاهم انا. هو بيحكي لي على اللي حصل. المنظر ده اصلا فيه راقي؟ ما هقول لك المنظر ده حصل ده؟ حصل لك كده ليه يا ابني؟ انا مش عايز اعرف. ما تحكيش حكايه. انا مش عايز اعرف. اتفضلي لا انا مش هعمل. انا لما الخيط انا شغال معاك يا استاذ. مش هاجي، انا قاعد في حالي اهو. لا هي اللي قاعد في حالي. كان جوز زبونة مسكته عوضته بره. انا مالي. اشتغلوا انتوا، ماليش دعوه. لا 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 لا، ده يطلع بره. انا هقول لك ده. لا 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 لا، انا ابن ناس بره. ايه ابن ناس؟ مش فاهمه. ما واضح على شكلك اللي انت ابن ناس. انا ابن ناس. واضح والله. انا صافين عليا كتير. ايوه ما هو واضح على شكلك وعلى منظرك. بصي انا هشتغل لك وده واحد. لا 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 ما يقعدش. اعتبريه مش موجود خالص. لا لا ازاي؟ لا 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 ما يقعدش. مش موجود معانا. ما يقعدش في المحل. يا اما كده انا مش هعمل شعري. انا اللي هشتغل لك. لا ايه اشتغلي، ما اقعدش انا مع واحد زي كده. هو مش أيوه. تسول. لا ما انت مش شايف شكله. مش تسول ده. انت مش شايف شكله. هقول لك اللي حصل. بالراحة عشان انا مش عايز اعرف. ايه حساسية؟ اجيب له دواء ولا ايه يعني؟ عنده حساسية من الكلام ده. انا مال انا؟ هو اهله صارفين عليه قوي. انا مالي صارفين عليه بالمنظر ده؟ واضح اللي هم صارفين عليه. جوز زبونه امبارح ضربه. انا مالي؟ تلاقيه من اعماله. هو ما عملش حاجه. اكيد عمل حاجه. لا هو شغال شغلانه شريفه بياكل منها. واضح إيه؟ واضح بشكل اللي هو شغلانه شريفه. طب اتفضلي. واضح بشكله. لا انا مش هعمل حاجه. اوعى. انا مش هعمل حاجه. يا استاذ انا مأذيكي قوي كده. امشي يا صاحبي. لا يا عم انا همشي. لا اطرد اي زبون علشانها. تضرب مين؟ انت بتتكلم ازاي؟ مش انت يا رجل. تضرب مين؟ انت فوق دماغي. طيب ماشي. تضرب مين؟ خلاص اتفضلي بقى نشوف هنعمل ايه. طب خلاص لا يطلع بره المحل. مالكيش دعوه بيه. لا يطلع بره المحل. يا ابلة انا ضايقتك في حاجه؟ انا مش عايزه اشوف شكلك كده. انا هضير وشي وانا قاعد اهو. ولا تضير وشك ولا تضير مش طب ايه اللي حصل؟ انا لسه ما كملتش الحكايه. احكي لك يا اسطى. انا بكلمك. سيبني وتمشي. ثواني. انا عايز اعمل شعري والانسان ده يطلع بره. حاضر اتفضلي كده نفك. لا يطلع بره. نفك. بقول لك يطلع بره. خلاص يا سيمي. ما تمدش ايدك عليا. اطلع بره الاول. انت بتصور ايه انت التاني؟ انت بتصور ايه؟ مفيش حاجه يا استاذ. بتصور ايه؟ المهم يا اسطى بتصور انت ايه؟ وحيد الله اسمعي بس. المهم يا اسطى انا بكلمك. كلمني. بتصور ايه؟ اكلته على انت بتصور انت ايه دلوقتي؟ مسكت جوزها اكلته على انا بكلمك. انت بيقول لي ايه؟ بيقول لي بتصور مراتي. قلت له باكل عيش. انا بكلمك. ما هو بياكل عيش. ايه بياكل عيش؟ مش فاهمه. هو بيصور وبيبيع الصور دي بفلوس. بيبيع الصور؟ طب انا هجيب لك جوزي وهقفل لك ام المحل ده. هتجيب جوزك ليه؟ طب اهم حاجه جوزك ايده ناشفه ولا ايه؟ اهم حاجه ناكل عيش. انت قادر بقى يعني؟ المره اللي فاتت ادي وشك، المره الجايه مش هيكون اصلا انت عايش على الدنيا. ده ابو الصحابه. اقعد واحد الله. يلا مع السلامه. انت بتخاف لما بتسمع جوز واحده؟ بتخاف؟ ايوه انا هجيبه لك. مش انا خمسه كده هناك. خلاص قول للمجلي عايز قهوه. ماما خلاص اتفضلي بقى نشوف شغلنا. ايه الاشكال اللي انت بتجيبها تدخلها المحل دي؟ مش عارفه انا. معلش احنا هنعمل ايه في الشعر؟ عايز اعمل شعري. ماله شعرك بقى؟ ماله شعري؟ انت مش شايفه؟ يلا في داهيه التوكه. في داهيه؟ دي بتاعتي. في داهيه التوكه. ايه يعني؟ اشتري واحده ثانيه. هتجيب لي غيرها يعني؟ من عندي قبل العنديه. اظبط لي شعري عدل. بالراحه على شعري. هي شعرك ده ولا باروكه بس؟ ده شعري بالراحه. ماشي بقول لك بالراحه. أنا كده اشتغلت لسه. طب بالراحة. أنا لسه هجيب المكوة من جوه وهكويها. تكوي مين؟ هكوي شعري. ليه إن شاء الله؟ أنت شايفه تيشيرت ولا قميص؟ مش هو بيتكوى، أنا كل زبونة بتيجي هنا بكوي لها شعرها. تكوي لها شعرها؟ لا والله. مش هم أنت بتكوي هنا بتعملوا إيه؟ أنت شغال مكواجي ولا إيه؟ أنا نازل هنا مع أبويا المحل. نازل مع أبوك؟ لا مع أبوك هناك في البيت مش هنا. ما أبويا مشغل لي هنا أتاوة كده. لا والله أتاوة؟ أنا أصلاً ما بستحملش أصلاً الشغلانة دي. انا اصلا ما بستحملش الشغلانه دي، ما بتجيش معايا اصلا سكه. طب خلاص انا عايز اعمل شعري. تعمله لي عيد يا اما بلاش، هسيب لك المحل وامشي. خلاص انا هعمل لك شعر. اعمل شعر عيد. انا صنايع ايدي ديت تتلف في حريق. تتلف في حريق. كوافيرات مصر كلها نفسها في ايدي ديت. أيوة ايدي أيوة. دي كده الرعشه بتاعها بفلوس. ايوه ما انا فاهمه بالاشكال اللي انت بتقعدها مع عيد دي.
عارفه اهو اتفضل الاشكال اللي انت بتعرفها. عملت ايه مع الرائق ده يا اسطى؟ الديانه واقفين لي هنا وجوز الست واقف لي هنا. احسن والصوره دي هبعتها حالا على الجروب. صور مين؟ صور مين؟ الصور انا صورتك الصور. لا لا يا بابا لا لا الصور مين اللي انت هتبعتها؟ صور مين؟ الصور يا بابا هبعتها لك على الرقم. خلاص ماشي. بقول لك ايه؟ انا مصورها من ساعتها. انا بقول لك هات التليفون ده. انا بقول لك هات التليفون. انا هتصل بجوزي دلوقتي اخليه يجي ياخدك بالتليفون بتاعك ده. انا بقول لك هات التليفون. انا بقول لك هات التليفون ده. التليفون ده مش هشوفه تاني. وانا هتصل بجوزي دلوقتي. هو هياكل عيش منين دلوقتي؟ انا مالي؟ هتخربوا بيته؟ انا مالي؟ وقال اللي بيحصل له ده من شيء شويه؟ ايوه من اعماله. ما هو بياكل عيش هو اكل عيش وكده. وهتطلع بره دلوقتي هتلاقي جوزي قاعد مستنيك. بص قوي بص هتشوف دلوقتي. واحد الله بس. لا هي ايه ساكت انت بس. عايزين مشاكل. اقعد ساكت انت. يا اسطى. بس ثانية واحدة هقول لك على حاجة. يا اسطى انا ماشي. يلا ثانية واحدة. هقول لك والله. طب اقفلي ثانية. بنهزر معاك والله. الو. بتهزر معايا ايه؟ هو ده هزار ده؟ بنهزر معاك. الو. ايوه يا محمد. تعالى لي دلوقتي عند الكوافير. وحيد الله وحيد الله. لا. بنهزر معاك. هي ايه اللي وحيد الله؟ اقعدوا ساكتين بس هزار ايه؟ والله العظيم بنهزر. هي ايه اللي هزار؟ بص بص بص. ايه يا محمد انت فين؟ دي الوان دي الوان. الوان ايه يا بابا؟ الوان ايه؟ طب ثانية واحدة. والله بنهزر. افكتات والله العظيم. هو ده كل هزار؟ والله هزار. انت بتهزره؟ بس انت مبسوسه دلوقتي على الهوا. لا انت بتهزره. لا والله. طب بصي طب كلميه. طيب والله ثواني يا محمد خليك معايا. طب والله العظيم بنهزر. بصي احنا دي كاميرا خفيه وبنصور هنا مقالب وكده. بصي كده في الباترينا هنا. انت بتهزره؟ اهي بجد. بصي كده فوق هنا كده. بصي فوق فوق فوق. بجد والله انت بتهزره؟ يعني انت ده والله هزار والله. اصل انا فعلا امسك امسك الصوره. طيب يا جماعه عندك الصوره؟ امسك امسك الصوره. انا مش الصوره اهي. بصي يعني انا استغربت صراحه. انا تمام وادخل على المحذوفات كمان امسح. ما تلاقيش يعني انا لو ما تمسحتش يعني مسح يعني استغربت اول ما دخلت لقيت منظره كده وواحد داخل كده اصلا. لا واحد داخل وقعد في كوافير وغشيم. ايه بس ما واضح اللي هو على وشه اللي هو غشيم. هزر معاك ده هزار خفيف يعني. كلها تقيله بقى. مين اللي حايلنا عليها بقى؟ شاهين ده هي اللي قالت لنا زبونه جايه دلوقتي ويعملوا معاها المقلب. شاهين ده انا هتصل بيها هنفخها دلوقتي. شاهين ما تزعليش بقى من اللي حصل. موافقه بس اللي حصل ده يتزع؟ يتزع يتزع. طب اقعدي بقى عشان انت هتجيلي. اقعدي بقى وهي هي هنكلمها حنا وهي فوق بس نزلك على طول. ماشي انا هبعت لك حالا دقيقه بس فاهم؟ دقيقه انا احمد هنجيبها؟ يلا ماشي اقعدي وهي جايه لك حالا. تمام.